اليوم العالمي للمرأة في جامعة الروح القدس بمشاركة نساء رائدات سطرنا قصص نجاح ملهمة. أحيت جامعة الروح القدس الكاثوليك اليوم العالمي للمرأة خلال طاولة مستديرة بعنوان Inspire Stories of Passion, Journeys of Empowerment، نظمتها كلية إدارة الأعمال في الجامعة، وشاركت فيها مجموعة من النساء الرائدات من مختلف المجالات اللواتي سطرنا قصص نجاح ملهمة، فتحدثنا عن مسيرتهن المهنية وإنجازاتهن والتحديات التي تغلبنا عليها والأفكار المبتكرة التي عززت نجاحاتهن. بعد النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة افتتاحية لمساعدة عميدة الكلية للتعليم التنفيذي الدكتورة مادونا سلامة أيانيون، أشارت فيها إلى أن هذا الحدث الذي بدأ منذ عام 2016 يشكل محطة لتكريم النساء في مختلف مجالات الحياة والاحتفال بهم كما يعكس الأدوار التي يقمن بها، ونحن على يقين بأن الرحلة المقبلة تتطلب الكثير من التفاني والالتزام والانفتاح على مستويات متنوعة بما في ذلك المستوى القانوني والاقتصادي والاجتماعي بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وخلق مجتمع أكثر شمولية. This year we are delighted to have with us a student of USAC, a social media host who has made a significant breakthrough by uniquely addressing aspects of his guest's life, keeping it genuine and real. نحن اليوم بجامعة الروح القدس وعم نشارك بإيفنت إنسباير، ونحن كتير سعيدين بوجودنا معكم. هالإيفنت هو بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، ومعنا دكتور مادونا سلامة أيانيو تتخبرنا أكثر عن هالإيفنت لأنه هي الأورجانيزر. أول شيء بدي أقول لكم thank you لأنكم جيتوا دايما تغطوا لنا إيفنتاتنا. بدي أقول لك أول شيء happy women's day لأليك ولكل السيدات يلي عم بيتابعونا. نحن كل سنة بالجمعة يلي هي بتكون جمعة يوم المرأة العالمية اللي هو بالسائب بثمانية أدار، منحب نحن نعمل إيفنت والإيفنت يكون more of a celebration. نحن بنعرف إنه حقوق المرأة والتساوي بالمجتمع بعد لازم كتير ينعمل له شغل، إن كان على الصعيد الاقتصادي السوشيال أو حتى القانوني، بس نحن منحب هيدا النهار يكون نهار احتفالي. سو منشان هيك بنجمع فيه بانيلست اللي هن رح يكونوا سبيكرز من مختلف المجالات، بيجوا ليشاركونا قصة نجاحهم، كيف وصلوا لمطرح ما هن، شو الصعوبات اللي واجهوها، شو اللسنز اللي بيقدروا يتشاركوها مع الحضور، لنظهر هيك بطريقة إيجابية نقدر نفهم ونقدر to get inspired مثل ما اسم الإيفنت to get inspired from their journeys، ونقدر كل شخص مطرح ما هو يمكن ياخذ فكرة صغيرة تقدر تساعده ينطلق أكثر ويكون واثق أكثر بالخطوة اللي بده يقوم فيها بحياته. دكتور، اليوم مين هن السبيكرز بهذا الايفنت اللي رح نسمع قصصهم؟ نحن مثل ما قلت لك مثل من امن بالتنوع، سو دايفرسيتي هي اساس لنا، مشان هيك السبيكرز تبعنا رح يكونوا خمس سيدات من مختلف المجالات. رح يكون معنا سيده رابعه زيات اللي هي بتمثل اذا بدك الامراه الناجحه بالاعلام تي في هوست، رح يكون معنا سيده رندا بدير يلي هي سيده مصرفيه كانت من السيدات الرائدات باطلاق الالكترونيك كاردز بيمنت بلبنان وبالمنطقه، معنا السيده الين كاماكيان انتربرونور واطلقت شان مطاعم ناجحه ارمنيه بالمنطقه، رح يكون معنا كمان السيده جانيس صراف يلي هي فوتوغرافر متخصصه بتصوير نيو بورن، ومعنا سيده كانت بانكر صارت بيكر من بعد الازمه اللي حصلت بالبلد. سو رح يكونوا خمستهم معنا كل وحده على طريقتها عم بتشاركنا قصتها. والهسنه المودريتر قررنا يكون معنا تلميذ الايزاك يلي هو ريان حايك، انشهر ونعرف بعالم السوشيال ميديا بطريقته الجينيوين يلي بتخلي السبيكرز تبعه يحكوا بطريقة حلوة ومبسطة عن قصتهم. ثم ألقت عميدة الكلية المنظمة الدكتورة دانيال خليفة فريحة كلمة عرضت فيها واقع النساء في مجال العمل في لبنان، مؤكدة أن الشمول ليس تلقائياً بل يتطلب عملاً جاداً، حيث يتوجب على الشركات توظيف النساء وتعزيز دورهن وخلق ثقافات شاملة، وينبغي على الأفراد دعم الشركات المملوكة من النساء وتوجيه الفتيات الصغيرات، كما يجب على الحكومات وضع سياسات تضمن المساواة في الأجور والفرص
وأكدت أنه بالرغم من التناقضات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة الموجودة على مستوى البلاد، أثبتت السيدات اللبنانيات أنهن قادرات، فهن متعلمات وذكيات ومهتمات وجريئات بما يكفي لتمهيد الطريق للآخرين. It is true that career choices for women nowadays are not any more limited. Yet women are not making it to the top of many professions, not only in Lebanon, but everywhere else in the world. And our numbers clearly tell the story. Imagine that only 29% of the Lebanese women are part of the labor market. Here I'm not talking about women in managerial and leadership positions, about women in general at the labor market, only 29%. The current Lebanese cabinet includes one woman out of 24. Our parliament, 8 out of 128. Even the private sector, and despite all the efforts deployed, the presence of women in leadership position is still underrepresented. Even NGOs that we think as if they are led by women, in reality, their representation is still low. So inclusion is not automatic. It demands action, and every one of us is responsible. تحية لك عميدة كلية إدارة الأعمال بجامعة روح القدس الكاثوليك دانيال خليفة فريحة. نحن معكم اليوم تنكون عم نشارك بهالإيفنت اللي بيتزامن مع يوم المرأة العالمي، فخبرينا أكثر عنه وعن أهميته. أول شيء بدي أشكركم لوجودكم. نحن هيدا الإيفنت كل سنة بنعمله سيلبريشن، وسيلبريشن بالتحديد يعني نحن بنحب إنه يكون هو مثل فرحة لوجود المرأة بلبنان، وبالتحديد للإكزيكتيف وومن يعني المرأة العاملة بلبنان. كل سنة بنعملها هيدا السيلبريشن، بنشوف الستات اللي هن معروفين بالمجتمع إنه عم بيكون عندهم مثل سبورت أو عم بيكون عندهم أدد فاليو، وذر بشغلهم أو بالإنيشيتيف اللي عم بيعملوها، نطلب منها إنها تجي خبرنا قصتها. بتكون هي ملهمه للاودينس اللي عم تتسمع، بتكون ملهمه للاشخاص اللي ما عندها بقى امل بهيدا البلد، بتكون ملهمه للنساء اللي كمان انه قاعده بالبيت وفيها تعمل شيء ولكن ما عم تعمل شيء لانه معتبره انه يمكن مش الوقت المناسب او يمكن ما عندها الدعم المناسب من الاشخاص اللي حواليها. دونك نحن كثير بهمنا نسمع اشخاص عم بتخبر قصتها لحتى تلهم اشخاص ثانيه. اليوم برأيك ببلدنا بلبنان قدرنا نوصل لنوع من المساواة؟ هلا اذا بدك تيجي وتحكي مساواة اكيد بلبنان نحن كثير بعاد عنها. نحن على طول بننادي عن المساواة، يعني اذا بدك تيجي تقولي عن مجلس الوزراء في عندك مره من اصل 24، مجلس النواب عندك 8 من اصل 128، اذا بتشوفي الارتيكل 13 بيقول انه نحن متساويين، بيبل ار ايكوال اجينست ذا لو، بس بالحقيقه بتحس انه هيدا حبر على ورق لانه اتجي على التنفيذ بعد المراه بدها كثير من الحقوق اللي هي بعدها منا متبعه ومنا عم بننشغل لحتى هي تاخذها هيدي الحقوق. مشان هيك نحن على طول بننبش لنعمل ايفنتات لحتى تو كرييت اويرنس، لحتى نشجع المراه، لحتى هي طالب، لحتى يكون في اشخاص حواليها عم تدعمها كمان، مش بس هي، لان بهمنا وجود الرجل حد المراه يكون عم يطالب معها. مشان هيك ما فينا نحكي عن مساواه ولكن نحن عم ندعي للمساواة، خاصة يعني بصفوف الجيل الجديد اليوم كتير مهمة التوعية. بهالمناسبة وبمناسبة أيضا يوم المرأة العالمي، شو بتحب توجهي كلمة لكل النساء اللي عم بيحضرونا؟ بتعرفي شو بدي أقول لك؟ بهيدا اليوم كل حدا has a role to play، يعني كل حدا هو لازم يعمل شيء. الأشخاص نحن كأشخاص لازم نعمل سبورت، لازم ندعم المؤسسات اللي هي led by women، يعني حتى لو مؤسسات صغيرة، يعني بتعرفي جارتك عم تعمل هيك، صاحبتك عم تعمل مشروع صغير، كيف أنت فيك تدعمي؟ كتير مهم أنك تدعمي. أو حتى النساء الرائدات هي تقدر كمان تعمل منتورينج للصبايا اللي عم بتجرب تعمل شيء بهذا البلد، كتير مهم. تاني شيء الدولة طبعا لازم تكتب policies to ensure
equal pays and opportunities, يعني حتى يكون في مساواة. والبزنسز كمان لازم يكون يعتبروا انه نحن we have to recruit women, لازم يكون في equal pay, لازم يكون في مساواة. كل حدا has a role to play. So مش انه هي شغلة بس على شخص واحد, على كل حدا بهالمجتمع عنده هو مسؤولية معينة لازم يوصلها لحتى نحكي عن women empowerment, ومزبوط يكون في women empowerment بالبلد. ثم أدار الطاولة المستديرة الطالب في الجامعة والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ريان حايك, وشاركت فيها كل من الإعلامية رابعة الزيات, نائبة المدير العام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني في بنك الاعتماد اللبناني رندا بدير, مؤسسة مخبز نسوان الفرن جنان حايك, المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة فيج هولدينج ألين كاماكيان, مؤسسة شركة جنيس صراف للتصوير الفوتوغرافي جنيس صراف. الإعلامية رابعة الزيات, تحية لك, خبرينا أكثر اليوم عن أهمية مشاركتك بهذا الحدث. يعني أي شيء بيتعلق بالمرأة, بحقوق المرأة, بحقوق الإنسان, بقضايا المرأة, بwoman empowerment, بشعر أني معنية, لأنه غير أني أنا بالإعلام دايماً في توجه خاص للمرأة, أنا كإنسانة وكأم بشعر أنه معنية أني كون عم بحكي عن قضايا المرأة, كون دايماً حاضرة بهيدا المجالات سواء بالجانب الإيجابي التحفيزي أو إذا كان في قضايا مهم نسلط الضوء عليها. اليوم بمناسبة هنهار المميز, شو بتقولي للنساء اللي عم بيحضرونا, لنساء لبنان؟ بدي أقول أنه نساء لبنان هن نساء عظيمات, لأنه المرأة اللبنانية هي مرأة قوية بالحضور, بالإنجازات, بشكلها, بترتيبها, بأناقتها, بصمودها, بتربيتها لأولادها, كيف هي ناجحة برا البيت وجوا البيت. يعني أنا فخورة أن امرأة لبنانية. نحن فخورين فيك, شكرا لك. المبدعة جانيس صراف معنا بهالإيفنت ورح تكون عم تحكي كلمة عبر مريم تي في. تحية لك وشكرا لوجودك بهالإيفنت البالغ الأهمية. خبرينا أكثر عن أهمية مشاركتك اليوم. Thank you so much, first of all. I was very honored, to be honest, to be part of this day. For me, it's very like important to empower a woman in our country, especially in the Middle East. So I was really honored to be part of this day. ألين كاماكيان, entrepreneur, تحية لك. خبرينا أكثر عن أهمية وأهداف مشاركتك بهالحدث. أول شيء مرسي. أهمية الحدث هو اليوم أنه نحن عندنا مسؤولية تجاه الـ young generation, نقول لهم أنه كملوا, نعطيهم رول موديل, نقول لهم أنه بالرغم كل شيء نحن بعدنا هون وعم نشجع ومنشجع كل واحد يكون عنده الانتربرينوريال شيب ويبلش شغله, يأسس شغله بلبنان ويكبر شغله بلبنان. عندنا مسؤولية تجاههم وأنا لي الشرف كون اليوم على النصة معكم. للنساء اليوم بلادي وللنساء كمان اللي عم بيجربوا ينجحوا بأعمال صغيرة, شو بتقولي لهم؟ كملوا. ما في لكن النجاح هين إذا عندك مثابرة وعندك إنه تكملي وعنيدة بشغلك. ما في أحلى من النجاح. أكيد أكيد الطريق منا هين, في عندك مطبات وإتس نورمال. يعني أنا دايماً بقول عملت كثير أغلاط وقعد كذا مرة, بس ما حدا بيتذكر بالأغلاط تبعولي, بيتذكروا بس نجاحاتي. طبعاً تحية لك. وقد تحدثنا عن أهمية تحفيز النساء وتمكينهن في جميع المجالات وضرورة تشجيع المبادرات التي تعزز دورهن في بناء المجتمع, وأكدت المشاركات على أن النساء يمكنهم تحقيق النجاح في أي مجال يختارن الانخراط فيه, وأنهن يمتلكن القدرة على تحقيق الإنجازات والتغيير الإيجابي في المجتمع. ودعت إلى تعزيز ثقة النساء بأنفسهن وتحفيزهن لتحقيق طموحاتهن المهنية, كما أكدت المداخلات على أن الشغف والحب هما مفتاح النجاح والتميز بالدرجة الأولى,
يلي هما الشعور بالفخر والإيمان بما يفعلنا والتحلي بالقوة والإبداع والابتكار وكسر الحواجز للوصول إلى الأهداف المرجوة. دارين أشقر السخن، حضرتك أم وعاملة وأيضا موظفة بجامعة الروح القدس الإزاك، خبرينا اليوم عن مشاركتك بهالحدث وعن أهميته برأيك. أول شيء بدعية كل الأمات والسيدات بالوومنز داي. نحن تعودنا كل سنة بالإزاك نحتفل بهذا النهار. المرأة هي نص المجتمع، وهلا يمكن صارت أكثر من نص المجتمع، دونك أقل شيء يكون عندها هذا النهار ونحن نكون داعمين بهذا النهار. إيفنت كتير حلو كتير مهم، سيدة رح تحكي عن خبراتها، سو أقل شيء أنه نخصص النهار للسيدة وللأمرأة اللبنانية اللي عندها كتير تحديات، خصوصا الأمات العاملات. طبعا أنت كأمرأة اليوم، كأمرأة لبنانية، شو التحديات اللي عم تواجهها يوميا ببلدنا؟ أكيد كأم بدك كثير تتوافقي بين شغلك وبين أنك أم وتلعبي كل الأدوار تبعك، شرطو أنه ما عنا الأشياء كقانون عمل اللي كثير بتراعي هيدول الأشياء دي كوتيل الماترنيتي ليفو اتسترا، حتى كدوامنا ككل شيء، بس أنه ما الجري هيدول كل الأشياء نحن عم نقدر نكفي ونسابر ونثبت حالنا بالمجتمع. إيه لا جوال شاينا، اليوم انت طالبة بجامعة الروح القدس الإزاك، والجامعة منظمة ايفنت بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، فبرأيك كطالبة شابة شو أهمية هذا الايفنت اللي عم تنظمه الجامعة اليوم؟ أكيد هذا الايفنت كتير مهم، وخصوصي بيوم عيد المرأة العالمي، والحلو انه بجامعتنا على طول يعني بيدووا على الاشياء المهمة وخاصة يعني على المرأة. ألينا خاطر عاملة بالعلاقات الدولية، تحية لك، وخبرينا أكثر عن أسباب وأهمية مشاركتك بهالحدث اللي عم بيصير اليوم. أوكي. أول شيء نحن ببيتنا جامعة الروح القدس الكاثوليك بيتنا وتعلمنا فيها وهلا عم نشتغل فيها، بس هيدا النهار أهميته بتضوي بتلقي ضوء على مواهب المرأة، لأنه كان في معتقد سابق بيقول إنه المرأة يعني لازم تتوجه بس للبيت والعائلة والأمومة، شيء كتير حلو فيها تعملون، بس كمان في عندها مواهب تانية مفروض يكون في إلهم توزيع الأدوار بينها وبين الرجل بخليها تنجح كمان بالمواهب اللي الله عطيها إياهم، من علم، من فكر، من انفلونس، مواهب فنية أو فكرية. حرام إنه ما نكون عم ندعم دورة بالمجتمع قد دورة بالأمومة، وبس يصير الرجل قادر يوزع مهامه معها بتصور بصير فيها الإيجاليتي وبتنجح. كمرأة لبنانية اليوم شو بتحس ناقصها لتكون عم توصل وتتطور قد الرجل وأكثر؟ ليك اسم الله علينا، النساء اللبنانيات عم يتعبوا وعم بيلاقوا، بتخيل انه نحن ماشيين على الطريق الصحيح، ناقص يمكن شوية توعية بس على توزيع الأدوار. شكرا لك. دكتور، هيك بالختام شو حابة اليوم توجهي للنساء بهذا النهار المميز، كلمة عبر مريم تي في؟ أنا بحب أقول لكل سيدة إنه أنت مطرح ما أنت دورك هو أساسي، إن كنت أم بالبيت، إن كنت ربة عمل، أنتربرونور أو إكزيكوتيف، كلنا حياتنا مترابطة ببعضنا، إلفو دو تو بور فار أموند، دونك أنت أساس لإلنا، وجودك معنا هو كتير مهم. هابي وومنز داي. ثانك يو. ثانك يو.